السلام عليكم. في إطار التهيئة نتاع الحاضرة نتاع دنيا بارك، اليوم حبينا نوجه يعني الاهتمام إلى هذا الجسر المشاد فوق طريق السيار على مستوى إذا الحديقة نتاع حاضرة دنيا بارك، إذا فيه إنجاز جسر جديد، يعني هذا هو الجسر الثاني فوق طريق السيار اللي يربط اذا لزوج اجزاء من الحديقه العموميه تاع دنيا بارك. اذا نخليكم تتابعوا بعض التفاصيل نتاع هذا الجسر اللي يمتد فوق طريق السيار. والسلام عليكم.